نكمل في الـ Special Features of the External Oblique. بعد ما اتكلمنا على الثلاثة بوردرز، الـ Upper Horizontal Border والـ Posterior Vertical Border والـ Lower Oblique Border اللي هو الـ Inguinal Ligament، نتكلم على الـ Inguinal Ligament اللي هي الـ Lower Oblique Border من الـ Characteristic Features Special Features of the External Oblique. هنتكلم عليه بتفصيل شوية تفصيل شوية. فدلوقتي معادنا مع الانجوينال ليجمنت. الانجوينال ليجمنت احد اهم المعالم الخاصة للاكسترنال اوبليك ماسلز. رؤوس الموضوعات اللي هتكلم فيها اربع نقاط اساسية: الديفينيشن، التعريف، السايت والاتاتشمنت والسيرفيسز. طيب تعالوا نتكلم على الديفينيشن. ما هي الانجوينال ليجمنت؟ هذا الستركشر الذي طالما حير الكثير من ابنائنا الطلاب في اللور ليمب، وكلمناهم كتير عن الانجوينال ليجمنت، وكانوا في شوق لان يعرفوا ما هو هذا الستركشر. الان جاء وقت الاجابه. هنعرف الانجوينال ليجمنت ونقول الى ان ده هو it is the sick lower oblique border of the external oblique aponeurosis. انه اللور بوردر من هذه المصل، هو جزء من الاكسترنال اوبليك، هو اللور موست بارت اوف ذا اكسترنال اوبليك، هو جزء من الانسيرشن اوف ذا اكسترنال اوبليك. عمل شيء مميز، هذا البوردر لف على نفسه، انتنى على نفسه، انتنى على نفسه للخلف وعمل باكورد فولد في هذه المنطقة التي تقع عند اتصال الابدومين بالساي. إذن الانجوينال ليجمنت هو اللور موست بارت اوف ذا انسيرشن اوف اكسترنال اوبليك ابونيروسيس، الموجود عند نهاية الابدومين عند اتصالها بالساي. الاتاتشمنتس ميديالي it is attached to the pubic tubercle، أما laterally فكان attached to the anterior superior iliac spine. ده الاتاتشمنت. السايت، المكان بتاعه قلنا عند اتصال الابدومين بالساي. السيرفيسز، لما نيجي نشوف المنظر كده هنجد ان الانجوينال ليجمنت لها upper surface زي ما احنا شايفين، واللور سيرفيس اللي هو من تحت ده. الابر سيرفيس من هذا الشكل كان واضح انه كان كونكيف، وكان بيعطي attachments لثري structures related له. كان lateral to serve زي ما احنا شايفين اهو، lateral to serve كان بيطلع fibers، fibers ديت ماشية في هذا الاتجاه، انها كان جزء من الاوريجين اوف ذا انترنال اوبليك مسل. اذا اللاترال تو سيرز من الانجوينال ليجمنت كان بيدي اوريجين للانترنال اوبليك، بينما اللاترال وان سيرد فقط هو اللي كان بيدي اوريجين للترانسفيرسس ابدومينس. ده الاتاتشمنتس. انما الميديال هاف زي ما احنا شايفين اهو، الميديال هاف من هذا السيرفيس كان بيدي ايه؟ ده مش كان بيدي، ده كان بيشكل الفلور لشيء مهم جدا جاي من تحته. مين ده؟ دي فتحته، فتحة هذا الشيء. هذا الشيء هو كنال، كنال له فتحتين اتنين هنتكلم عنها تفصيلا. فتحته هنا اسمها سوبرفيشال انجوينال رينج، دي كانت ديفكت، دي كانت اوبننج ان ذا اكسترنال اوبليك. هذه الكنال اللي ماشيه بداخل المسلز اوف ذا anterior abdominal wall كان اسمها inguinal canal. الانجوينال ليجمنت اللي بتشكل مين؟ كانت بتشكل الميديال هاف بتاعها، النص ده كله كان بيشكل الفلور اوف ذا انجوينال canal. بينما كان اللور كونفكس بوردر اللي هو من تحت ده كان بيتصل مع الديب فاشيا اوف ذا ساي اللي كان اسمها الفاشيا لاتا. تعالوا نشوف السوبرفيشال ريليشنز اوف ذا inguinal ligament. A superficial relations of the lower most part of the external oblique aponeurosis، المشدود بين البيوبيك تيوبركل ميديالي والانتيريور سوبيريور إليك سباين لاترالي. اذا هذا هو هذه هي الانجوينال ليجمنت. طيب تعالوا نشوف الريليشنز.
في superficial relations. superficial relations يعني structures ماشية فوق منها. هنا واضح ان هذا الشريان اللي هو الفيمورال ارتري اللي هو الشريان كان بيعدي من تحت. تحت هنا بمعنى deep بمعنى posterior. اذا superficial relations يعني anterior relations الحاجات اللي ماشية على الانجوان الليجمنت. هي 3 arteries طلع من الفيمورال ارتري بيسموها superficial inguinal arteries اخذناها في اللور limb. هذه الارتريز هي السوبرفيشال سيركمفليكس ايلياك ارتري، الارتري الثاني كان اسمه سوبرفيشال ايبيجاستريك، الارتري الثالث كان اسمه سوبرفيشال اكسترنال بيوبندال ارتري. هذه الثري ارتريز كانت ماشيه انتيريور يعني سوبرفيشال تو ذا انجوينال ليجمنت، بينما الارتري الاب بتاعهم اللي هو كان الفيمورال جاي من تحت من ديب من هذه الليجمنت. ماذا عن الديب ريليشنز؟ هذه هي الانجوان ليجمنت في منظر اخر وهذه هي الصال. الديب ريليشنز يعني الاستراكشرز اللي بتعدي ديب يعني بتعدي بوستيريور يعني بتعدي بيهايند الانجوان الليجمنت 8 حاجات: 2 ماسلز، 2 فاشيا، 2 فيزلز، و 2 نيرفز. بالنسبه للماسلز اول واحده قاعده لاترال اسمها الياكس، يبقى على طول الميديا الاختها اللي ما بتسيبهاش عمرها ولا بتفرقها اللي هي الصوص ميجور مصل. طيب مغطيها الفيمورال مين؟ كان الفيمورال شيس. الفيمورال شيس بالطبقتين بتوعه بالطبقتين بتوعه اللي مكونين التو وولز اللي هم مين؟ الفاشيا ترانسفيرساليز من الامام والفاشيا الياكا من الخلف. يبقى عندي ادي التو فاشيا اللي مكونين الفيمورال شيس، فاشيا ترانسفيرساليز، فاشيا الياك. طيب كان في تو فيزلز، وان ارتري وان فين، قاعدين جوه الفيمورال شيس، والارتري والفين هم الفيمورال ارتري والفيمورال فين، وتو نيرفس، النيرف الشهير اللي قاعد لاترال تو ذا الياكس بينها وبين الانتيريور سوبيريور الياك سباين هو اللاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي. بينما النيرف الاشهر في الجسم اللي هو الفيمورال نيرف مستخبي في الجروف الفاصل بين الالياكس والصوص. يبقى كده 8 حاجات: تو ماسلز، تو فاشيا فورمينج ذا فيمورال شيس فاشيا ترانسفيرساليس وفاشيا الياكا، تو فيزلز باسم فيمورال، وان ارتري وان فين، وتو نيرفس اللي هم الفيمورال نيرف واللاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي. طيب في منظر اخر ده شكل ليه الساي، وادي الانجوان الليجمنت شففنا كل الساي عشان نبين الحاجات اللي بتعدي من تحتها. ادي عندي الالياكس مصل شففنا ما تحتها بين الالياكس، وادي الصوص ميجور، وادي الفيمورال شيس مكون من طبقتين انتيرور وول وبوستيرور وول وبداخلهم الفيمورال فيزلز، بينما النيرفز مستخبية بين المسلز وبعضها. فهنجد عندي الفيمورال نيرف مستخبي في الجروف بين الالياكس لاترال والصوص ميديول ميديال، واللاترال كوتينيس نيرف اوف ذا ساي مستخبي بين الالياكس ميديال والانتيريور سبيريو الاكس باين لاترال. ده كان الستركشر الثاني اللي بيشكل الكاركترستيك سبيشال فيتشرز اوف ذا اكسترنال اوبليك مسل. الستركشر الثالث واحد من الامبورتنت كاركترستيك فيتشر اوف ذا اكسترنال اوبليك اللي هو السوبرفيشال انجوينال رينج. رؤوس الموضوعات اللي هتحكمني وانا بتكلم عاوز اعرف الرينج ديت، عاوز يعني اتكلم عليها تشريحيا: الشيب، السايد، اللينس، الايبكس، البيز، السايدز، الاكستنشنز، ايه اللي بيعدي فيها؟ تعالوا نشوف مع بعضنا. هذه كانت اوبننج شكلها تريانجولار ان شيب، يبقى تريانجولار شيب اوبننج. اوبننج يا ترى فين؟ في العظم ولا في اللحم ولا في اي عضله؟ دي كانت اوبننج في الاكسترنال اوبليك ابنروسز. يعني ايه في الاكسترنال اوبليك ابنروسز؟ يعني في الانسرشن اوف ذا اكسترنال اوبليك. كويس، طب فين موقعها بالتحديد؟ السايت. نقول اباف اند ميديال او اباف اند لاترال، نختار اللي يعجبنا. اذا قلنا اباف اند لاترال هكون اباف اند لاترال تو ذا بيوبيك كريست. هنقول اباف اند ميديال، اباف اند ميديال تو ذا بيوبيك تيوبركل. امال ايه الفرق بين البيوبيك كريست والبيوبيك تيوبركل؟ من واقع الرسمه ديت المكان ده الاستراكشر ده اللي انا ماشي عليه بالسهم هو البيوبيك كريست. ما هو البيوبيك كريست؟ هو الابر بوردر of the body of pubis. يعني من هنا ده البودي اوف بيوبس. الميديال سيرفيس بتاعه ده اسمه سيمفيسس بيوبس اللي هو بيكون سيكندري كارتليجنس جوينت.
الابر بوردر اسمه البيوبيك كريست. البيوبيك كريست بيمتد من هنا من فوق السيمفيسيس بيوبس ويمشي لاترال. الموست بروميننت بوينت، الموست بروجكتنج بوينت، الموست لاترال بوينت منه هي البيوبيك تيوبركل. فهنجد هنا ان هذه الرينج تقع زي ما احنا شايفين اهو above and medial to the pubic tubercle او above and lateral to the pubic crest. يبلغ طول هذه الفتحة حوالي 1 انش يعني 2 سنتي ونص. الدايركشن، الدايركشن ماشية ازاي زي ما احنا شايفين اهو، الدايركشن بتاعها بتمتد او directed upwards and laterally. الابيكس بتاعتها is directed upwards and laterally، اما البيس بتاعتها is directed downwards and medially. downwards and medially راكبة على مين؟ راكبة على lateral half of the pubic crest. السايدز او الادجز بتاعتها هي عبارة عن two chromedial cross، هي جزء من الاكسترنال اوبليك ابونروسس، ولاترال كراس هي جزء ايضا من الاكسترنال اوبليك ابونروسس. التو كرورة مربوطين مع بعض هنا بانتر كرورال فايبرز، بتمنع السيبريشن اوف هذه الكرورة، يعني بتمنع الفتحة دي من انها تتسع. طيب الاكستنشنز، في بعض الفايبرز هتنزل من السوبرفيشال انجوينال رينج وهتنزل من المارجنز بتاعتها وتحوط السبرماتوكورد وتفضل نازله مع الفايبرز ديت، هيسموها اكسترنال سبرماتيك فاشيا. ده كان الكلام عن السوبرفيشال انجوينال رينج.